السلام عليكم ورحمة الله، معاكم عمرو داغر. النهاردة راجع لكم بفيديو تاني مختلف، فكرته يعني مجنونة شوية. النهاردة وأنا قاعد في أمان الله ببص لقيت المدام اللي هي مراتي الجميلة طبعا بتقول لي أنا زهقت من الطبخ، أنا مش عايز أطبخ، أنا خلاص أنا قرفت، أنا مش هطبخ تاني. قلت لها لا إزاي بقى، طب أنا كمان زهقت ومش ومن قاعدة في البيت وعايز أنزل كل يوم مع أصحابي نروح نلعب بقى بلاي ستيشن، نلعب كورة، نقف على الناصية براحتي بقى عادي يعني. قالت لي لا ازاي وهتسيبني لوحدي ومش عارف ايه. قلت لها طيب ما انت زهقت من المطبخ وزهقت من الطبيخ. فانا دلوقتي قررت ان انا اعمل فيديو هعمل فيها تحدي، هنعمل تحدي هنتحدى يعني بعض، تمام؟ اللي هيكسب هيعمل اللي هو عايزه. المهم فقلت لها طيب انت عايز التحدي يبقى ماشي ازاي؟ قالت لي بقول لك ايه، انت بقالك 3 شهور ما بتتمرنش، فتعالى نعمل تحدي ان انت تجيب 100 عدة بطن في زمن قليل. فقلت لها جميل، طبعا بقالي 3 شهور ما بتمرنش والموضوع ايه يعني شكله هيبقى صعب جدا. فانت قبلت التحدي يا استاذه؟ قبلت ماشي، لو انا كسبت ها هتنزل اسبوع مع اصحابك ماشي، لو انت كسبتي مش هتطبخي اسبوع يا مش ستي. هطبخ اسبوع مش هطبخ، هطبخ انا عادي ما بالظبط. عنديش مشكله. فيلا بينا، يلا بينا. بفرد او لفه وتقومي ترجع لورا. يلا جربي تقومي زي واحد ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100. انا بطني جالي كرامب، انا جالي كرامب بجد. يا بنتي بقالي 3 شهور ما تدربتش على الرب. اسبوع كل يوم هنزل. ده انا جالي شد في بطني رهيب. ما انت الاسبوع اللي هتنزله انا مش هعمل اكل برضو. لا 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 لا، احنا اتراهنا وانا اصلا عامل الفيديو ده عشان ما انت مش هتنزل، هعمل لمين الاكل؟ انا شاهدت الناس خلاص، انا اصلا مصور الفيديو عشان اشاهد الناس. ف يعني ايه
خلاص انا عملت التحدي وكسبت اسبوع. انا هصيع بس انا صايع. شكرا يا قلبي. اشوفكم في فيديو تاني وفي فيديو تاني وفي فيديو تاني وفي فيديو تاني.